اليوم رشيد أسلال كريم جبران، حنا اليوم جينا لباري باش نديرو العرض الأول ديال الفيلم اللي خدمنا عليه تقريبا من 2018 كاملة، اللي هو مغربي في روسيا. اليوم حنا في هذه المدينة الجميلة جدا ومتحمسين بزاف باش نشوفوا ردود الأفعال ديال الناس كيفاش غادي يكونوا مع هذيك لا كرياسيون اللي فريمون تكرفسنا عليها. رشيد أسلال، اليوم نهار كبير حيت أول عرض، العرض ما قبل الأول ديال مغربي في روسيا هنا بمدينة باريس. وشكرا للجمعية المنظمة، جمعية التضامن لمغاربة بكليشي. أشكت أنت تقول؟ أشكت روسيا. إن شاء الله دوزو دوزو.